رجعنا لكم تاني ومعانا استاذي واستاذ يعني فئه كبيره جدا موجوده ما شاء الله، الله اكبر، يعني كتيره. انا يعني بقابل ناس وصلوا لمناصب عاليه جدا طالعين على ايد الدكتور، ووصلوا لحاجات جميله جدا في البلد، وطبعا انا هجيب منهم بعد كده نماذج عشان نشوف قد ايه الدكتور ده خرج من تحت ايده ناس يعني ما شاء الله نفعت البلد. غير تفكيره، غير تأليف الكتب، غير ما شاء الله الله أكبر إدارته للأعمال تجاريا ما شاء الله، غير دوره في التحكيم العرفي العالي جدا، وإنه هو بيتبنى أي موهبة، وأي حد عنده فكرة حتى لو بسيطة لازم يتبناها من الألف للياء ويفضل معاها لحد ما يوصلها يعني إيه للنور. ايا كان، حد يعرفه حد ما يعرفوش، اي حد عنده فكره جميله وحلوه وناجحه، ومعانا النهارده حاجات جميله هيقول لنا عليها برضو يعني طبعا هينورنا بيها كلنا، ونحب يعني ايه نقول للدكتور منورنا النهارده يا دكتور والله العظيم. اهلا وسهلا دكتور سيدي عفيف. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك، فرصه جميله والله، دي مقدمه كبيره قوي دي يا فندم. انا يعني ارجو ان احنا نستحق ربعها حتى. حضرتك تستحق اكتر، ده انا واقفه ادم مش قادره اتكلم قدامك بس والله. يا اهلا وسهلا، يا اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. حضرتك النهارده جايب لنا ما شاء الله مواضيع جميله عايزين نتكلم فيها مع بعض، بس قبل ما ابدا المواضيع كان في كتاب حضرتك مؤلفه تقريبا كده فيه حل لكل المشاكل، تقريبا بيحل كل المشاكل او كل المواضيع، هو فيه حل لكل حاجه. هو يمكن حضرتك تقصدي كتاب التفاوض، اللي هو التفاوض بيحل كل حاجه، اللي هو كان اول كتاب باللغه العربيه في موضوع التفاوض. التفاوض ده علم، طبعا ما هوش حاجه كده اجتهادي، مش يعني اي حد طبعا يقدر يقوم بيه كمان، يعني يشترط ان تكون بتفهم في الموضوع اللي بتتفاوض فيه، ونمرة اتنين تكون ملم أيضا بأساليب التفاوض واستراتيجيات التفاوض وتكتيكات التفاوض، وإمتى تشد وإمتى ترخي وإمتى تنسحب وإمتى تعطل وإمتى تضيع وقت وكيف ذلك. يعني أسلوب دبلوماسي لحضرتك يعني، ما أنا نسيت أقول إن الدكتور رجل سياسة كمان، يعني دي حاجة نقطة. الله يخليك ما شاء الله. يعني فعملنا الكتاب ده، وأعتقد في ناس كتير استفادوا منه. الكلام ده كان أول كتاب في اللغة العربية، وما زال أعتقد ما شفتش كتاب تاني طلع يعني، لكن على أي الأحوال استفاد منه ناس كتير، وعملنا دورات تدريب كتير لكل القيادات وما إلى ذلك. وربما أنا بشوف يعني أنه تعثر مفاوضات سد النهضة، وأنا لسه هسأل حضرتك السؤال ده. اتفضل يا فندم. عايزين بقى نعرف حلول سد النهضة اللي هي لسه ما اتحلتش لحد دلوقتي، في يعني عند حضرتك فكرة أو حل موضوع سد النهضة ده؟ هو لو انا ادعي ان انا عندي حلول لكل المشاكل، انا متاكده من ده، يبقى اكيد انا مش بتكلم كلام مظبوط. لكن عايز اقول انا اتكلم في المنهج. احنا بقالنا 10 سنين ولا تقريبا ولا 8 سنين بنتكلم في مفاوضات بين الاطراف المختلفه، والجانب الحبشي متعنت. الاول كان بيناور وبيماطل وبيضيع وقت، انتقل الى الاستراتيجيه الرابعه وهي العناد، مانيش لاعب. يعني لدرجه ان احنا وصلنا ومجتمعين في الولايات المتحده معاهم تحت رعايه الولايات المتحده، وراح منسحب ومرضيش يمضي على حاجه، واخد بعضه. طب وده معناه ايه؟ هل في حاجه سنداهم قويه؟ هل في حاجه طمعانين فيها؟ في حاجه في يعني انا حاسه انا لما بعند على حاجه ببقى ظهري مسنود. في على فكره